ديف هاردن المدير الإداري لمجموعة جورج تاون للدراسات الاستراتيجية بواشنطن إن استعمال السعوديين لأسلحة ومعلومات استخبارية أمريكية في اليمن صار لديه نتائج عكسية لمصالح الولايات المتحدة الآن. رغم ذلك للسعوديين الحق في الدفاع عن حدودهم الجنوبية ضد الهجمات العابرة للحدود. ما من شك في أن إيران تقوم بزعزعة الجهة الجنوبية السعودية. جورجيو كافييرو رئيس تنفيذي لمؤسسة دراسات دول الخليج في واشنطن: العديد من الناس يتحدثون عن تقارب سعودي تركي. أتساءل عما إذا كان قيام الحكومة الأمريكية بنشر تقرير مقتل خاشقجي سيضر بفرص بدء الرياض وأنقرة صفحة جديدة لعلاقات ثنائية أفضل بينهما. دانيال ديفيس كبير باحثين بمؤسسة ديفنس برايوريتيز: على أمريكا أن تخفض حضورها في الشرق الأوسط لا أن توسعه. تواجد مزيد من الجنود الأمريكيين بالسعودية يساعد الرياض ولا ينفع أمريكا بأي شيء. ليس بيننا وبين السعودية أي اتفاق عسكري، وقد حان الوقت للتوقف عن القيام بمهمة الدفاع عنهم. يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم. سارة ليا ويتسون المديرة السابقة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة Human Rights Watch: إنه لأمر سيء بالنسبة لأمريكا أن نسعى لاسترضاء السعوديين للقبول باتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي عبر ربط ذلك بإرسال جنودنا من أجل حماية حكومتهم غير المنتخبة والمستبدة. طريقة التفكير هذه هي نفسها التي قادتنا إلى حرب اليمن. أتمنى ألا يسقط أعضاء ولاية أوباما الثالثة في نفس الفخ مجدداً. ميشيل دون مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي في واشنطن: قامت إدارة بايدن بعمل جيد من خلال إبطاء سرعة هذا القطار المجنون. من غير الواضح إطلاقاً كيف يمكن لتدفق الأسلحة المتطورة أن يكون الطريقة الأفضل لاستقرار الشرق الأوسط، أو كيف سيساعد الولايات المتحدة على تقليص حضورها هناك.